بما أشرك الناس؟ أشركوا بمن يرضى وأشركوا بمن لا يرضى. عبدوا الشيطان والشيطان يرضى، عبدوا الأصنام والأصنام لا تدري عن هذا شيء، جمادات. عبدوا الشمس والكواكب والأشجار والأحجار والحيوانات، عبدوها من دون. وعبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، وعبدوا الملائكة، فهم عبدوا شركاء كثيرين. وهؤلاء الشركاء منهم من رضي، كالشياطين. الشياطين ترضى أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وعبدوا من لا يرضى كالملائكة والنبيين والصالحين. وعبدوا من لا يعقل ولا يستطيع أن يقول أرضى أو لا أرضى، كالجمادات والأحجار والحيوانات والطيور وغيرها. حتى قيل إنه لم يبق شيء لم يعبد، ما ترك الناس شيئا ما عبدوا خلال هذه الأجيال وكثرة الناس، ما تركوا شيئا لم يعبدوا.